السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في فيديو جديد. لعبة محاكي الحرامي بس في الثمانينات، اللعبة لسه ما نزلت، أتوقع أنها بلاي تيست يعني نسخة تجريبية. والله أني مرة متحمس لها من أول ما شفت إعلان أو تلميح لها قبل يمكن 6 أشهر أو حاجة زي كذا. جدا متحمس، ما أعرف ولا شيء عن اللعبة إلا أنها نفس محاكي الحرامي حقتنا العادية بس أيام الثمانينيات، أيام الثمانينات، زبدة بيوت أكثر، سيارات كلاسيكية، أشياء كلاسيكية تسرقها، وحس مصير محترفين في السرقة أكثر من قبل. طيب نكتب اسم الحرامي حقنا، وش اسمه؟ باب. أحس باب اسم حرامية، ما أدري ليش. عموما خلونا نقلل من الصوت شوي، وأتوقع أننا جاهزين لبداية لعبة جديدة. الستايل حق اللعبة جدا عاجبني، الستايل حق الريترو. لو تلاحظوا الأوترو حقي اللي بيجيكم نهاية الفيديو نفس الستايل هذا، اسمه ريترو أو ستايل الثمانينات. وبسم الله على بركة الله بدينا في مدينة من الواضح انها ما هي بثمانينية. مدري حسها جديدة دي المدينة، وش ذا عندهم لوحات ولا صح؟ حتى الثمانينات عندهم لوحات يا طيب. عموما اتوقع ان هذه المدينة حقتنا، في مطر، اجواء جميلة، هذا محل. بس اسمي مو بجاك لو سمحت بوب. اوكي شكل اسمي جاك مو بوب. اجل والله على طول كذا مهمة. عموما كلمني واحد قال احسن شيء يعجبني فيك يا جاك انك تخفي الاشياء ما حد يدري عنها، اوف ذا بوكس، يعني ما هي يعني الزبده انه ما ادري وشو. فيقول لك تسلق السياج وادخل البيت واسرق الخزنه. والله في عسكري يا حبيبي، توني اول مرحله تحطون عسكر على طول. السلام عليكم، بدينا على طول، ليتس جو. طبعا اللي يتذكر محاكي الحرامي اللي قبل كانت فيرست بيرسن، يعني ما تشوف اللاعب كذا من برا، لا تشوف وجهه، المنظور حقه هو. بس الحين من الواضح اننا نشوف كل شيء. هم طيب بسم الله على بركه الله، خلونا نبدا. بنحاول اننا نسرق خزنه. ما في احد هنا صح؟ اوكي اتوقع انه ما في احد. جيت انسايد اند فولو ذا جارد، يقول لك ادخل واتبع الحارس. ايزي سبيس اللي يقفز. والحمام شوفوا ذوقكم سيء، ابيض واسود. والله شوفوا نفس ذوقي زمان، ابيض واسود، بس انه المربعات ذي احسها تو ماتش، مزعجه شوي. قاطين المنشفه في الارض ليش؟ اوه السالفه كاميرا، يو كانت تشينج ذا كاميرا اني تايم باي في. اوكي في، اوه كذا الستايل حق الحرامي قبل، كذا احسن صح ولا كذا؟ كذا احس مزعج اللاعب، ما ابغى اشوف اللاعب كذا، افضل اتوقع ان كذا افضل صراحه. طيب خلونا الحين نحاول، يقول لك سو فار سو جود. اوكي امورنا على الوضع السمباتيكي. اللي يفتح الباب لو سمحت. اوه ادف الباب يفتح على طول، حلو حلو. والله الزوليه، ليش ما تعدلونا من هنا؟ تكفى تكفى اسحبها، عدلها، تكفى انك تعدلها، تكفى اسحب يا عيال. ما ارتاح اذا في شيء كذا ما هو بسيده ولا مايل ولا. مرحبا اقدر اسرق، اعطاني 88 اكس بي مباشرة. خلونا نحاول نفتح الادراج، ما في بالبطيء، اتوقع ان كلهم يفتحون نفس السرعة. افتح، ما افتح ذا يا عيال خربان شكله، قفل ذا. اوه في تمثال ثاني هنا، مرحبا عطنا 88 اكس بي يا عمري. اوكي قاعدين نجمع اكس بيات من المهم، مو من المهمة الاساسية، يعني كذا قاعدين نسوي اشياء ما المفروض اننا ما نسويها. اوكي الادراج فاضية، خذ منشفة، ما عندنا منشفة في البيت، خذ منشفة. شوفون تحت اليسار في شيء يرتفع يوم قاعد اجمع الاشياء، اتوقع انه فلوسي مثلا، بس صفر فلوسي، ممكن اكس بي. طيب الزبدة ما نبغى نطول. اوه شوف الحارس هناك، وين اشرد؟ اوكي في دولاب هنا اتوقع اني اشرد فيه. اوه ايش قاعد تسوي؟ قاعد تدور شيء. اوكي يقول لازم ازبن، ليش تسولف؟ طيب بيسمعك يا غبي. اوكي هايد ان ذا كلوزت، ابشر ابشر ابشر. اضغط اضغط لف على طول. ايش مكتوب؟ go to the bedroom and look for the safe. اوكي الحين نروح غرفة النوم ونبحث عن الخزنة. بس في اكواب هنا وفي اشياء ثمينة ومن الواضح اننا بنسرقها. غرفة النوم تشوفونها في الخريطة هناك تحت على اليمين، بس في غرف مرة كثير والصراحة. كيف اطلع؟ نسيت اطلع اطلع. ايوه شو اسمه، ودي امر الغرف هذه قبل ما نمشي، يعني الحارس ما راح يطلع من بيتهم صح؟ او من هذا المكان. وعمري عطني 88 اكس بي كلهم كلهم عندي فلاش، ما عندي فلاش للاسف. هات هات عطنا الشيء ذا.
طيب ما بروح غرفة النوم على طول. افتح اكشن ليست كلوز. لازم لوك بيك. ما عندنا لوك بيك. واضح اننا حراميه جديدين في المجال، فعادي عادي مع الوقت مع الوقت. في حرامي ثاني انفنتوري فول يا عيال، في مو حرامي، شرطي ثاني، انا الحرامي. ليش انفنتوري حقنا فول؟ افا نبغى نسرق اشياء ليه فل؟ شوفوا تحت على اليسار طلع هو الانفنتوري ذا. هنا برضه يبغى لنا لوك بيك. اوكي من الواضح انهم يبوننا نروح مباشره على غرفه النوم. اتوقع اني اقدر انزل تحت، بس في عسكري هناك ما ودنا نجيب العيد. مش هنا غرفه النوم، ديم الغرفه. يقلع ام الفخامه، وش ذا؟ اكبر من بيتنا. سرق سرق ذا، مش حجر ذا جايبينه من الشارع. الذوق الخايس. اوكي وصلنا للخزنه. منو ذا؟ انا داخل بيت الرئيس حقهم. السلام عليكم. مرحبا شباب، جاي اشوف اتمعن في اللوحه الجميله. يعني you must be new here. يا طيب see, this here is the mayor's house. اوكي هذا بيت العمده اللي دخلناه. اشكالهم صادوني. Welcome to Shady Woods, boy. وش ذا؟ صادوني يا عيال، وش المهمه ذي؟ معليش لو اني انا صدق اللي اتحكم ما اخليهم يصيدوني. يعني تذكرون قبل كيف كنا حرام محاكي الحرامي اللي قبل؟ والله كنا مبدعين. اوكي في السجن، ما شاء الله في سجن بعد الحين. اوه جاء واحد هربني، اتوقع اللي اعطاني المهمه من الاساس. جاء اعطاني المفتاح قال تعال فندق المدريش فايند ذا باك باك. اوكي لازم ابحث عن شنطتي. طيب خلونا نطلع من هنا ونقول يوز كي. حلو اللعبه صراحه مبدئيا، والله حلوه فيها بوتنشل فيها يعني شو اسمه التفاعل اكثر، مو زي اللي قبل بس تسرق اشياء وخلاص. لا هنا سجن، بيت، شرطه، مشهد. اوكي تشوفون قاعدين يعلمون اشياء، يقول لك خلك كذا وسوي سنيكي بيكي افضل لك، وانت اذا ضغطت شفت يكون سريع السنيكي بيكي اللي هو كذا تقعد مدنق وتمشي. شو هين تصبر في تلميحه. اول باك باك حقتنا وينها؟ اوكي شنطتنا والله اللي ما ادري وينها، لكن واضح انها غرفه. هذا ليش لف اول ما شافنا؟ ابليس والله كان شافني. ايها الاحمق حل يا اخي، باقي تفرج في المناظر. لا خلاص لا كان شافني، والله كان شافني بس اني ما ادري. طيب في اسهم، اتوقع الاسهم هذه هي اللي تودينا للشنطه حقتنا. في صوت خطوات. اشرد. ما يمدينا نسرق من محل الشرطه. اوه هلا بالزين. خذ اشياء ثانيه مو بس الشنطه حقتك. وين شنطتي اصلا؟ هذه هي شنطتي. اوكي عطنا. حلو اخذنا الشنطه. وش ذا؟ بيك اب. اوه مفتاح، ما شاء الله مفتاح الشرطه حاطينه هنا، ليش؟ طيب قاعد اسمع اصوات والله، والخريطه فيها شيء فوق ما في احد. اوكي هذا الاكزت، تشوفون المخرج اللوحه هذه. حلو يا الشجره، امورنا طيبه يا الربع. افتح. السلام عليكم سيلير هوميز. والله ما ادري ايش الشرطه ذي وكيف تشتغلون انتم كذا. قفل. النحشه. سمع صوتي يا الحبيب، واحد يركض برا، ايش المشكله؟ وسيارتي ذي تكفى. تبي بيجر يقلع ام القدم. تيك ذا باص يقول لي. اوكي ابشر الان. والله كنت ناوي اخذ واحده من السيارات ذي، بس يلا باخذ الباص. وين الباب؟ شو اللي يفتح الباب يا خوي؟ افتح، قوم انت. شباب كيف اطلع؟ اوه يا غبي انا معي مفتاح قلعة الدلاخة، مفتاح اللي لقيناه في المستودع حق الشرطة، حاطين مفتاح المخرج في المستودع. النحشة يا عمي، اما قد تمتر. الا قريب اشوف حسبة بعيدة. ايوه الحمقى. اوكي كبداية الوضع ايزي، يعني ان شاء الله ان وضعنا سهل. طيب يقول لك انتقل الى الفندق. وين الفندق؟ طيب هنا فاست ترافل بلاش. اوكي مشينا دام بلاش مشينا. والله ما ادري هل اخترت المكان الصحيح ولا لا، بس بلاش يا جماعه مشينا. السلام عليكم، وصلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هل نوصل الفندق مباشره؟ هذا الفندق، المح الفندق. شوف الخريطه فيها اشياء كثير جماعه، والله اللعبه مطوره افضل بكثير من الجزء اللي لعبناه قبل. عندنا سياره هنا، هذه سيارتي. وين السياره؟ شوف في سياره هنا. اطلب سطحه. هنا مواقف عشان اذا بغيت ترقد.
معني اتوقع اني اقدر ارقد في الفندق حقي اللي شرقت في المواقف، بس تذكرون قبل كان نرقد في المواقف. تخزين سيف اخس. اي والله اقدر. شوف بوب اوتو سيف يعني يسيف الحاله. والله اللعبه صارت كانها جراند. هنا عندنا مدخل وش هايت ازبن في الزباله. حلوين الزبده. مشينا الفندق حقنا ما شاء الله تبارك الله. غرفه ملمومه صغيره لا باس بها، ما فيها تلفزيون بس مو مشكله. انت جاي الفندق عشان ترقد مو عشان تتفرج. ما كنت برقد، كنت بستكشف او اكثر، بس يلا راح يرقد الحال. هل محل نومه؟ وش ذا النومه؟ كيف راقد كذا؟ عم التليفون مزعج. الو السلام عليكم. يقول الشرطه اخذوا سيارتك، لازم نروح المواقف حقت الشرطه ونرجع السياره حقتنا. هنا نقدر نغير ملابسنا. اي والله اوخ شوف نغير معدات وملابس. طيب لو ابغى اشتريها من وين؟ هل في بياع هنا ولا هنا؟ المفروض ان فيه. اصبر وش الهند ذا؟ سليبينج تلميحة عن النوم. خلنا نشوف. اوكي يقول لك انه تقدر ترقد مدري ايش. قديم المعلومه هذه. طيب الحين يبغالنا نروح، شوف الخريطه، يبغالنا نروح عند هنا سيارتي صح ولا اللي ما ادري، بس اتوقع ان سيارتي هنا. كويست هي المهمه حقتنا. نروح شين بنروح ركض طبعا لانه قريب. المحل قريه صغيره. شوف سيارتي قدام الفندق، شوف سيارتي لحالها. معقوله انا الهمجي الوحيد في القريه ذي او البلده هذه؟ السلام عليكم ايها العسكري. اما انط يا طيب، كنت بطلعها نظاميا مو انط. اوكي اتوقع ان الامور سهلات. السلام عليكم يا خوي. لا 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 بفتح الباب يا غبي. افتح لي الباب بالله. يقول ام الحاله ليه، وين العسكر طيب؟ وين الموظفين؟ افتح افتح. شينا كيف نمشي؟ درايف. هلا والله دام يا عيال، والله انها افضل بكثير. طيب يقول لك اوبن ذا جيت اند درايف تو بار 66. يقول روح حانه 66. وين الحانه ذي؟ اوكي هذه. كيف احط علامه؟ يا طيب بحط علامه، ما اقدر احط علامه. فعموما خلونا نمشي ونروح يمين. شوف العداد كيف خط. هل اقدر ادخل من داخل السياره؟ دام لوس جو. ابطفي الميوزك يكون عليها كوبي رايت. الحين في بنزين بعد، انا عندي بنزين. وين عدد البنزين حقي؟ مو طالع لي، بس اتوقع ان عندي بنزين. عموما حانت 66 مشينا. والله عاد شارع ابوي، ايش تبغى انت فيه؟ انزل. كيف انزل؟ ايه نزلنا. اقدر اسرق دباباتهم؟ قهر والله، كان ودي اسرق الدباب حقهم. طيب السلام عليكم ايها القوم. في عسكري عند الباب ما شاء الله. اوكي خوينا ذا اعطانا مهمه، يقول احتاج حرامي، في واحد سرق مني الدباب حقي وابغاك تسرقه مره ثانيه وترجع لي. هذا منو؟ السلام عليكم شرطي انت؟ What do you want؟ يقول I need to turn down the heat. هذا عسكري، اقدر اذا علي مراقبه كثيره اقدر ادفع له مثلا ويقلل علي المراقبه. حلو والله اللعبه عميقه. لو سمحت عندكم مويه؟ لا لا ما عندنا فلوس اتوقع. طيب هذا اخوينا اللي اعطانا المهمه، ايش تبي؟ How you doing؟ بس ما رد. طيب خلنا رد. عموما خلونا نروح نسوي المهمه الحين. يقول لك درايف تو ذا باركينج بيهايند ذا تريلرز، روح للمواقف اللي ورا التريلرز اللي هي هذه الفان اللي يرقدون فيه الناس تريلر. بسم الله على بركه الله ونبدا اول مهمه رسميه لنا. بدايه كانت بس انترودكشن مثلا زي الانترو للعبه عشان تفهم ايش السالفه. ما يدرون اننا مختمين الجزء الاول وسرقنا كل البيوت، ما بقينا احد في حاله. طيب هذه التريلرات تشوفونها. طيب وين نوقف؟ هم اي والله هنا المواقف. شوف الباركينج هنا. طيب دقيقه كيف بسرق الدباب حق الحين او حق ذاك؟ ما ادري والله كيف اسرقه، والله اني ما ادري. انزل ما خسك يعني. كيف اخلي سيارتي هنا واسوق عادي؟ اوكي جو باب، جو باب. هذا ولدي اسمه جو باب. طيب يقول لك الحين مارك جو باب ديورينج ذا داي هولد رايت ماوس بوتن. اوكي طيب ويت تل ميد نايت. خلينا نشوف متى باب يبعد من هنا. اتوقع اننا نرقد ونصحى ونرجع له صح؟ انا ما ادري بس خلونا نرقد شوي ونرجع له. لا 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 تسوق لا تسوق، ارقد سليب. ايوه طيب كم نزيد ساعه؟ احنا الحين الساعه 19 نرقد الى ميد نايت اللي هو 24. يلا ارقد خلاص بس. السلام عليكم صباح الخير. يقول لي البس ملابس الليل. ما عندي يا خوي سنيكينج. اي والله شوف هذا يقول لك
ضروريه للسرقات الليليه. خلينا نشوف طقمي. دام الطقم كان شكلي وانا اصلح التشارجر امس لابس نفس كذا. اهل السناب يدرون السالفه. بس عموما الحين الوضع سنيكي بيكي. اوكي او يبغانا نروح التريلر اللي هناك. انا اشوف وين بوب والدي. جوي بوب ما اتوقع انه موجود. او نطلع منه. السلام عليكم. نقدر نسرق تريلرات ثانيه ولا بس الدباب؟ يعني احتياطا يمكن نشوف شيء يعجبنا، ما تدرون. بسم الله وبركة الله. اوكي وصلنا هاك بورش. اوكي وصلنا المنطقة الخلفية. شفت يقول اتوقع اني ودي اسرق شيء ودامني هنا خلني اسرق، وانا ايده صراحة. فخلونا ندخل التريلر هذي. هذاك منو؟ اصبر نحط على العلامة. اوكي وين رايح؟ بيلي. السلام عليكم بيلي. ما نشاف ما تشوفني لابس ملابس الاختفاء. اجلس يا بيلي اجلس. اوكي اعطانا ظهره. حلو حلو حلو. يمكن يضيف عند ذولي. ما شاء الله تبارك الله. يعطي الله 4 اكس بي بس. فلوس 5 دولار. I'll take it. وش ذا؟ سكتشر توي لعبه. هات صحون والاشياء ذي ما اتوقع ان نسرقها حاليا، ما نحتاجها. وش اللمبه ذي؟ لان يشوفوني اذا في لمبه. شوفوا في خط فوق الخريطة كذا، يعني يكشفوني أتوقع، صح؟ فلوس. وش البطرة ذي؟ فلوس في كل مكان. صحن جيب يا رجال. فلوس. شوف وش ذي؟ كاسيت أشرطة. هم شكل الأغاني حقتهم القديمة كذا. خلاص خلصنا. شوز فنان. عطني والله بأخذ الشوز صراحة. شوف أتوقع مجموع الأرباح 15 دولار بس. كمامي اقدر افتح دراج بس انها بتطلع مزعجه. ما في الا اكل، ما في شيء يسوى صراحه. شينا اتوقع الحين اننا نقدر نشرد من هنا. لا نط تكفى. نط ما يحتاج ننزل من الدراج. ايوه في عطسه جايه. ما ينفع تعطس صمت حرامي. الحمد لله والله حرامي من حرامي. العطسه لابد منها. طيب هذا الكونتينر اللي نحتاجها. خلونا نرجع. اسكت وندخل من الباب هذا. ايش في الاشياء؟ هذه الاكسبيات اللي سرقتها. دقيقه هذا كيف نفتح؟ ما نقدر نفتح. طيب كيف نروح هنا؟ لحظه لا تقول لازم اخذ لفه كذا ولا مثلا. لا ما يمدي من هنا والله. اتوقع اني لازم اخذ لفه من عند ذا. لا تكفى يا خوي. حلو شوش مالي نحلب مهاراتنا في الحرمية. ما في طريق من هنا؟ ما في. راح تعال اجلس محلك. استريح ابد خذ راحتك. ما يشوفنا. شو المنفس اللي يروح ويرجع كل شوي؟ الاشجار اتوقع انها تفضحنا اذا مشينا من عندها. حلوين امورنا في السمبتيك. ابغى اعرف جو هذاك وين راح. اني ما ادري. هل نروح نسرق الدباب وننهي المهمة ولا نسرق اشياء زياده؟ اتوقع اننا نسرق الدباب قبل ما ننقفط، لان تونا مبتدئين واللعبه فيها قوانين جديده ما نعرفها. خلونا ناخذ الدباب. الدباب مفكفك. لا يقفلون عليه الحاوي. اوكي لازم اروح اقول لذاك اللي قال لي تعال سرق الدباب ان الدباب حقه مفكفك. شوف دبابك يا خوي. ما اقدر اصوره طيب على الاقل؟ اتوقع اني ما يمديني. طيب الحين نشرط خلاص. تكفى افتح الباب على الاقل من ورا. يفتح يا اخي. افتح يا اخي. المفتاح يمكن معلق هنا. النحشه. نروح نعلم ذاك ان الدباب حقه والله متكسر. دبابك ابو كلب ما عاد يفيد بريال. والله السواقه حلوه جدا في اللعبه ذي. شوف كيف. اوكي الجلنط ابو كلب. هيت وشو هيت؟ اذا فحط يعني الدوري. اذا قاعد تفحط الدوريات يدرون عني. شوف الهيت حقي تحت ارتفع يا اخي. حل ما في بوري ولا والله لا ادق يا خوي. دبابك والله معليش صاير خردة. السلام عليكم. دباب حقك والله. لا كيف اقول له؟ Return to car and change into casual. لازم اغير ملابسي الطبيعية. والله دخلت انا ملابس حرامية. معليش شباب معليش. كيف اغير؟ نسيت. change casual. وش ذا؟ هذه اشياء اشتريها. لا هذا انفنتوري يا غبي. هذا الانفنتوري حقي اللي سرقته يعني. طيب الحين ندخل مرة ثانية واتوقع ان عندنا مهمة. يا طيب انت او يمدينا نتكلم. دبابك متكسر والله.
I got some bad news. اوه صار حرب الحين الوضع. يقول دامني ما اقدر اخذ الدباب حقي فكسر الاشياء اللي عندهم وعوضني وسرق لي شيء بنفس القيمه. اوه هي هي. طيب الحين يبغانا نروح البون شوب اللي هو مركز بيع الاشياء. اوه جنبنا. اوه هذا هو صح. يب يا اخي حل. نجي عند ذا نبيع الاشياء ونشتري شاكوش يا اخوي. ايش تابع يا الحبيب؟ الصوره ثابته لو سمحت. يا عمي طفش مدينة طفش. دقيقة أبغى أبيع أغراضي أول. هنا أبيع أغراضي، أتذكر أني كنت أقدر أبيعها في مكان ما. يا خوي كيف أبيع أغراضي لو سمحت؟ هنا أقدر أبيع. طيب تفضل تفضل تفضل. والله غشاش، والله السعر خايس، والله السعر خايس. ونشتري شاكوش من عنده ب30. والله أنك غشاش. وين الشاكوش حقي؟ هنا السكيلز تصدقون. أوه حلو، نقدر نركض اسرع. وش ذا؟ اي استمنا اقل. هنا ادوات ومدريش. والله اللعبه مره عميقه. عموما خلونا نرجع نسرق الدباب حق ذاك، او نسرق قطع دباب. طبعا لازم تكون محترم عشان ما يبهذلونك. الهيت ذا اذا ارتفع اتوقع ان الشرطه تصير تلحقني او تشوفني من بعيد ويلحقوني على طول، فما ودنا الصراحه. شوف مثبت سرعه على 45 بعد، نظامي جدا جدا. اتوقع ان جينا في الصباح فهذاك بيكون موجود، بس خلونا نمر نتأكد. إذا ما هو موجود ندخل نسرق على طول. المشكلة ما أدري كيف أطلع الشاكوش حقي. وين الشاكوش شباب؟ كيف أستخدم الشاكوش؟ اللي ما أدري. طيب خلونا نروح عند البايك بارت. هو موجود ذاك. هذا يقول لك إن في أماكن لازم تدخلها بأدوات معينة وما أدري إيش. طيب المشكلة اللي ما أدري كيف أحط الأدوات ذي، لكن هذا الكري موجود فبنجي في الليل نفس أمس ونتفاهم معه. السلام عليكم، صباح الخير جميعا، حياكم الله، تكسير تايم. طيب بسم الله على بركة الله. هذا طبعا نفس مكانه، ما زال يعني موجود ويطالع جهتنا، بس مو مشكلة احنا بنسوي الحركة. لا ما يطالع جهتنا، يطالع هناك. ايه مغير الجلسة الحين، والله جلسة جديدة. تكفى 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 لا تشوفني تكفى. اقدر اركض اسرع طبعا. الحمد لله شردنا شردنا يا الربع شردنا. اوكي هذا الدباب. نسرق القطعة الدباب حقت ذاك. اوكي يا جماعة رحنا فيها، هذه لازم نشيلها شيل. مو هنا المشكلة، المشكلة كيف ارميها من فوق السياج. على اساس قاعد اركض الحين انا يعني، تدرون شو المشكلة بعد؟ اذا انت تشيل شيء ما يمديك تجلس. رب وراني بمشي من قدامك يا اخوي. السلام عليكم. عادي عادي جيران جيران. ايش في ذا يطالع فيني ما سوى شيء؟ شكرا شكرا والله والله اني اللي اركض. النحشة. طيب كي ثرو اقدر ارميها. طيب لا اصبر اصبر. لا يا غبي يا خوي ما ترمي يا عيال، والله العظيم ما ترمي، لدرجة اني رجعت مكاننا الاول شوف اللي سرقناه منه عشان قلت يمكن الباب هذا اقصر وارميها، بس ما ترمي. اخيرا اعوذ بالله، والله العظيم في مشكلة يا جماعة، ما ترمي ابدا، حاولت بشتى الطرق. حلو اعطوني شو اسمه اكسبيات، ليتس جو. طيب الحين نحط هذا في الشنطة اتوقع ونرجع نعطيه خوينا ذاك. مشينا دقيقة نغير ملابسنا، انتهت السرقة خلاص، ما عاد نحتاج اننا نلبس ملابس الحرامية. ليتس جو. وهذه الاغراض وخذناها، وخلونا ندخل عند خوينا. الساعة 4 كم 5 الفجر، وخوينا اتوقع انه ساكن هنا ما يروح ولا يجي. شوف نفس المكان يا اخي، ما عندك حياة انت. امسك. شبه وسلمنا الاغراض وافتكينا من ستاك الكري ذا، اعطانا مهمه ثانيه، لكن المهمه الثانيه ان شاء الله تكون للحلقه الجايه باذن الله. اتمنى انكم استمتعتوا في اللعبه، لا تنسوا تدعمنا بزر لايك، تشترك في القناه، تفعل جرس التنبيهات. السلام عليكم.